السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن خلق الله عز وجل لسيدنا آدم، وبعد كده اتكلمنا عن قصة قابيل وهابيل. النهاردة هنتكلم عن قصة نبي من أنبياء الله وهو سيدنا إدريس عليه السلام. بس قبل ما نبتدي قصة سيدنا إدريس، في البداية نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة كاملة تفرج بها الهم وتقضي بها الدين وتحقق بها الأمال. بعد ما وقفنا عند قصة قابيل وهابيل، وبعد ما قتل قابيل هابيل، ربنا سبحانه وتعالى وهب لسيدنا آدم ولد واسمه شيث. وشيث ده معناها هبة من الله. فطبعا بعد ما حزن سيدنا آدم عليه السلام على ولده هابيل، ربنا رزقه ووهب له شيث. ويعني يقال ان كل ذرية سيدنا آدم بعد كده بترجع اصلها لشيث، لان ذرية قابيل يقال ان هي انقرضت، والله اعلم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وهب لسيدنا آدم شيث ده وهو عنده 130 سنة، وعاش بعدها 800 سنة. بعد ما ربنا رزقه بالمولود ده، بدأ ان هو ذرية سيدنا آدم تزداد. يعني عايز اقول لكم سيدنا آدم عاش لحد ما شاف من ذريته اولاده واولاد اولاد اولاده لحد 40,000 نسمة. وقتها بقى كده خلاص الخلق اكتمل. وعايز اقول لكم ان في الوقت ده كان لما عدد البشر زاد، كان محلل ان طبعا كلنا عارفين ان السيدة حواء كانت بتنجب في بطن الواحدة 2 ذكر وانثى، بس ما كانش ينفع الذكر والانثى دول يتزوجوا، فكانوا بيتزوجوا من البطن يعني التانية غير البطن اللي مولودين فيها. يعني الاتنين الاخوات في بطن واحدة ما ينفعش يتجوزوا من بعض، بس ممكن يتجوز اخته من بطن تانية. لحد ما عدد الذرية تكاثر وتضاعف، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يحرم ان هم يتزوجوا من بعض. وبعد كده ربنا بقى سبحانه وتعالى امر بقى الملك الموت ان هو يقبض روح سيدنا آدم. قبل ما يموت سيدنا آدم عليه السلام، علم ابنه شيث، علمه ساعات الليل والنهار، وعلمه العبادات في أوقات معينة، إيه هي أوقات العبادات اللي يتعبد فيها، وبدأ يعلمه أمور الدين. وكمان أعلمه بوقوع الطوفان، يعني هيبقى فيه في زمن بس ما حددلهوش الزمن إن هيحصل طوفان في الأرض كلها. وبعدين في اليوم المكتوب ان ربنا يتوفى فيه سيدنا آدم كان يوم جمعة. وعايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم في يوم الجمعة، واهبطه من الجنة في يوم الجمعة، وقبض روحه في يوم الجمعة، وكمان هتقوم الساعة في يوم الجمعة. فيعني عشان كده دايما بنقول نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونستغفر في ذلك اليوم العظيم. بدأت جات الملائكة بقى جت بالحنوط والكفن من السماء عشان تكفن سيدنا آدم عليه السلام. فقبضوا روحه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، وحفروا حفرة اللي هو اللحد زي ما بنقول دلوقتي، وصلوا عليه صلاة جنازة. وبعدين ثم وضعوه في اللحد أو في القبر بتاعه. وبعدين قالت الملائكة بقى يا بني آدم هذه سنتكم. نزلت الملائكة عشان تعلم الناس سنة الدفن. وبعد كده بعد ما توفى الله سيدنا آدم عليه السلام، ويقال ان هو اتدفن في الهند عند في الجبل اللي ربنا اهبطه عليه لما خرج من الجنة. ويقال ان سيدنا نوح عليه السلام لما حصل الطوفان حمله هو والسيدة حواء في تابوت وحطهم في بيت المقدس، الله طبعا اعلى واعلم. وبعد كده خلصت بقى سيدنا قصة سيدنا آدم، وبعدين بدأ بقى قصة سيدنا إدريس عليه السلام، وهو طبعا من نسل شيث اللي هو وابن سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا إدريس عليه السلام يقال إن هو أول من خط بالقلم، يعني أول من كتب بالقلم، وهو أدرك من حياة سيدنا آدم 308 سنة. يعني هو عاش من حياة سيدنا آدم 308 سنة، بس كان سيدنا إدريس عليه السلام كان بيوعظ الناس ودايما بيذكر الناس بالله. يعني هو كان ما نزلش بدين جديد، بس هو كان دايما بيذكرهم بالله ويذكرهم بالحلال والحرام
بس كان مخلص جدا في عبادته لله، وكان مخلص، ما سابش شخص على وجه الأرض إلا وكان بيذكره بالله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما علم بصدق سيدنا إدريس بالدعوة وعده وعد، وعده إن هو كل حسنة من بني البشر يعملها، أي واحد يعمل أي حسنة من بني البشر هتتكتب في ميزان حسنات سيدنا إدريس. وبعدين لما سيدنا إدريس عرف كده المنزلة اللي ربنا أدها له، فاتمنى إن هو يمد في عمره، لأن كل يوم بآلاف من الحسنات، لأن كل واحد زي ما قلت لكم هيعمل حسنة صغيرة هتبقى في ميزانه. فطلب من ملك من السماء، طلب منه ان هو يروح لملك الموت ويأجل له عمره شوية، يعني ما يقبضش روحه دلوقتي، يسيبه شوية لان هو عايز طبعا حسناته تزيد. فلما جه الملك ده قال له: طب تعالى معايا. اخد وطلعوا، صعد للسماء الرابعة. لما صعد للسماء الرابعة وجد فيها ملك الموت، فقال له ان نبي الله ادريس يعني بيطلب منك ان هو تمد في روحه شوية وما تقبضش روحه دلوقتي. فملك الموت قال له: وهو فين نبي الله إدريس؟ قال له: هو على جناحي. كان موجود سيدنا إدريس على جناح الملك ده. فملك الموت استغرب جدا وقال إيه: بعثت وقيل لي أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ يعني ملك الموت بيقول أنا إزاي هقبض روحه وهو في الأرض، وهقبض روحه في السماء السابعة، في السماء الرابعة؟ وده سبحان الله تدابير الله عز وجل. فالملك ده سأل ملك الموت، قال له: كم بقي من عمره؟ فقال له: لا أدري حتى أنظر. فنظر فقال: إنك لا تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. ونظر بقى الملك ده على جناحه، على سيدنا إدريس عليه السلام، فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر، وقبضت روحه لأنه كان طالع في الوقت اللي ربنا كان كتبه له إن هو يقبض روحه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ورفعناه مكانا عليا. سبحان الله. وبكده كانت قصة سيدنا إدريس عليه السلام. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنحكي بقى عن قصة سيدنا نوح عليه السلام. وده كان أول رسول أو نبي جه بعد سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبكده خلصت حلقتنا. لو المحتوى عجبكم أتمنى تشتركوا معايا في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم أتمنى الإعجاب بالفيديو، ونشير الفيديو على قد ما نقدر عشان الخير ما يقفش عندنا، وجزانا وإياكم خير. وما ننساش ندعي لإخواتنا فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويداوي جرحاهم. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.